بيدشنها طيف واسع من شباب مصر المخلصين لهذه الثوره. النهارده حالنا احنا كلنا بنخدم فيها وبنأدي دورنا بما نستطيع. هدفنا مش بس ان احنا نحررهم اي السجناء وده حقهم علينا، لكن هدفنا ان احنا نحررها، يعني نحرر مصر من الاستبداد الذي يحكمها في هذه اللحظه. حملة هنحرركم مبادرة من مجموعة من القوى الثورية والشبابية هدفها إطلاق سراح السجناء اللي دلوقتي بيعانوا في ظل حكم محمد مرسي ما كانوا يعانوا في ظل حكم مبارك. الشباب ده كله ينتمي لهذه الثورة وعاوز يكملها وبيدفع ثمن إنه صاحب رأي بإن بيستخدم القانون ضده عشان يعتقلوا باسم السجن الاحتياطي. حملة هنحرركم أعتقد أنها جزء من مطلب المصريين جميعا، مش بس تحرير سجناء الرأي لكن تحرير مصر من استبداد الإخوان اللي بيمارسوه دلوقتي ضد مصر. الفيديو بيوثق حجم الانتهاكات اللي جرت على مدار شهور حكم جماعي. هذا النظام الفاشيستي سقطت عنه الشرعية منذ شهور، لكن استهداف شباب الثورة اللي هم عنوانها وأيقوناتها وهم صناع الثورة وصناع المستقبل، استهدافهم بالاختطاف وبالتعذيب وبالقتل وبالترويع وترويع الأسر هو إيذانهم بالرحيل، لأنه أي كلام يتقال بعد هذا سيسقط تحت أقدام هذا الجيل. هم ابتدوا بالجندي وابتدوا بالادمنز وابتدوا بالشباب اللي وراه شباب، ابتدوا باللي مش معروف وبعد شويه اللي مش معروف بقى مش بقى معروف جابوه، وبكره احنا بكره هيبقى انت يا حمدين وانا والبرادعي. والشباب اللي موجود جوه السجون كل ما بيزيد واحد بيزيدوا 1000. النهارده ما كناش متوقعين كل هذا. عايز اعرف بس هما بيحاولوا يرهبوا الشباب ويرهبوا الاهالي لكن الحقيقه الشعب المصري بيقعد ساكت 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 في اللحظه.